بيكون الوضع مثال إذا نحن وقت بدنا ننزل نحصل الأضرار على الأرض أو نعمل هو الدامج أوديت، إنه نحن نشرك الفريق تبعنا بهيدا الموضوع. طبعا إذا ما عندهم هن أذى جسد كبير أو مثلا لا سمح الله توقف لهم حدا أو أي شيء ميجر، يعني يكون بيقدر يعيق هيدا الموضوع، لأنه نحن بالنهاية كمؤسسين لهول الشركات الناشئة أو كريدية أعمال بهمنا أنه نحسس الفريق ككل بروح الأونرشيب، يعني نحسسهم أنه هن كمان معنيين بهيدي الشركة، هن لازم يكونوا مهتمين لوضعها ولفهم شو الأضرار اللي صارت لحتى كمان يكونوا هن جزء من الحل. فكتير مهم هذا الموضوع أنه يصير طبعا كفريق عمل، وبنفس الوقت ما ننسى ناخد كل الخطوات لحتى نحافظ على سلامتنا كأفراد. يعني مثلا إذا في مبنى متصدع ممكن يقع ما فينا نحن نفوت عليه، لازم يكون معنا خبرة أو هن يكشفوا بالأول عن الأضرار. إذا في دامج أو يعني دمار كبير لازم يكون نحن محضرين لحتى نفوت على هذا المكان، نلبس هلمت أو القبعة الواقية، الكفوف تعول الزجاج إذا بدنا ننظف الزجاج، وبوتش كمان نفس الوقت، والمعدات اللازمة لحتى نقوم بهذا الموضوع. كتير مهم إشراك فريق العمل بلملمة الجراح إذا بدنا نقول، إذا صار طبعا كارثة عم نحكي إلى واقع يعني physical damage، لحتى يكون جزء من هيدي العملية. وطبعا مثل ما قلنا حسب الكارثة أو حسب الأزمة في عدة أنواع من الدامجز راح يكونوا، ممكن يكون financial damage، ممكن يكون customers معينين مثلا ما جانا سمعنا منهم، so it really depends، مش دايما حيكون في physical damage. بس نحن حابين كمان نتطرق للشيء اللي صار ببيروت ونفسر لشركات ناشئة كيف يون يتعاملوا مع كوارث متشابهة. هلا بالإضافة للمجرمنت أو لإحصاء مدة الضرر يلي صار ووقع الكارثة على شركة الناشئة، لازم نحن نفتح مثل ما قلنا دايلوج أو حوار مع الفريق العمل، وأهم شيء فريق العمل بالدرجة الأولى، لأنه هن الأشخاص يلي موقفين إذا بدنا نقول الشركة على إجريها. فبالنهاية نحن لازم نطمن عليهم بدرجة أولى. طبعا مثل ما قلنا لازم يكون في طريقة سريعة to communicate معهم، انه نتواصل معهم نطمن عليهم انه هن مناح، انه هن ما صابهم شيء. طبعا اذا صابهم اي نوع من الضرر دغري لازم نمد يد العون بجميع الوسائل المتاحة، لانه هن بطلوا بس موظفين، هن عائلة وهن ضمن الفريق. طبعا شركات الناشئة بتكون كتير متماسكة ومثل عن جد عائلة بالنهاية. اذا صار في نوع من الضرر الاخر يعني غير الجسدي، ممكن ضرر مادي او معنوي، ينفتح هذا الحوار. وهون دور القيادة بالشركات الناشئة أنه نحن مثل ما قلنا نتعاطف، نتفهم، نعرف أنه حيصير في بانيك، ونعرف أنه نحن هذا الموضوع ما في دغري يخلص، نحن لازم نتعايش نتعامل معه ونعمل الخطوات الصحيحة لحتى عن جد نتخطي نحن وفريق عملنا بطريقة جيدة وصحية. فمشان هيك لازم يصير في حوار، شو حسيته، شو اللي صار، كل واحد يحكي قصته، شو الخوف، شو طبعا في تطمينات بدها تصير، يعني مثلا ما تخافوا انه كان يصير هيك، لانه لو كان بده يصير كان رح يصير، فانتو نجيتوا لانه هذا اللي لازم يصير، وما تضلكم تفكروا انه لو صار شو كان صار، يعني ما نضلنا نقول لو والفرضيات ونفوت سيناريوهات ما حصلت. كتير مهم من يعني رائد العمل انه يكون عنده هيدا الدور التحفيزي إذا بدنا نقوله، وإنه يعمل اطمئنان لهو العالم. طبعا يعني بكل شيء حقيقي، مش بشي كذب أو بشي من الخيال أو الوهم، لحتى يرجع لهم ثقتهم بنفسهم بحياتهم بقدرهم، ويخليهم يتخطوا هيدا الأزمة النفسية على حد أقل. يعني طبعا وقتا نحكي معهم ونعمل هالانجيجمنت، لازم نحنا كمان غير فريق العمل نعمل انجيجمنت مثل ما قلنا مع الكاستومرز او العملاء تاعونا ومع الستيك هولدرز بدرجة اكبر. يعني مثلا مثل ما قلنا الكرايسيس مانجمنت كوميتي لازم يكون عندها ليستا كمان تقدر تتواصل بسرعة مع مع الكاستومرز او العملاء، نشوف اذا تضرروا او لا، وكمان نشوف كيف فينا نساعدهم، فينا نتصل فيهم، فينا نبعث لهم إيميل، فينا نعطيهم مسج على الواتساب أو على نفسها على السوشيال ميديا. طبعا حسب قدي عنا عدد عملاء وقدي ممكن أنه نقدر نتواصل معهم
يعني بطريقة قريبة أو لا. كل شركة بتعرف هي شو أنسب طرق لحتى يتواصلوا مع العملاء، بس هيدا التواصل الأساسي، والتواصل مع الستيك هولدرز كمان أساسي، لأنه بالنهاية نحن عنا علاقة مشتركة معهم ولازم ضلها علاقة جيدة. هلأ كتير مهم أنه نحن بالدرجة يعني بالفترة الأولى إذا في فورس ماجور مثل اللي صار ببيروت بالتفجير، أنه نعرف أنه it's okay to كمان to stop، مش بس it's okay to panic، يعني فينا نحن عن جد أنه ناخد استراحة بريك يعني من الشغل، لأنه أمرار أكيد إذا صار في ضرر كبير يعني إجباري ما قادرين أصلا نكفي دغري، ولو ما صار في ضرر كبير بالنهاية العالم كله تقريبا توقف، فنحن بدنا نتفهم هالشي نتعايش معه ونتقبله وكمان نتكيف مع اللي عم بيصير. يعني إذا كل العالم وقفوا وتضامنوا مع اللي صار ومثلا اتجهوا لشي معين، ما فينا نحن نضلنا ماشيين ب our own world يعني بعالمنا الخاص البعيد عن اللي عم بيصير. بالنهاية نحن بدنا يعني نكون عم نتأقلم مع هالمجتمع ومع حاجات المجتمع، ومثل ما قلنا it's okay to take a break يعني من الشغل، وفينا إذا بتدعي الحاجة إنه نقول نحن هلأ أخذنا فرصة من الشغل أو كل شيء هلأ توقف أو we are at a pause أو break، إنه نقوله طبعا للأشخاص اللي لازم يعرفوها. يعني إحنا لازم نكون كتير دقيقين بالمسجنج تبعنا، ما ضروري أنا أحط شيء على السوشيال ميديا إذا مش كل العالم لازم تعرفه، إذا بس الكاستومرز تاعو لازم يعرفوه إن عددهم مقبول بقدر أتواصل معهم طريقة تانية، فيني بس أبعتلهم لقلهم. والليسنينج مثل ما قلنا الليسنينج كتير مهم، نسمع للموظفين للكاستومرز أو العملاء، اسمع للستيك هولدرز. سو عنا الميجر توك انجيج لسن، هيدي الحلقة كتير مهمة نحنا أنه نقوم فيها لحتى نعمل proper يعني تقليعة إذا بدنا نقول كيف أنه بدنا نشتغل لحتى نتخطى هيدي الأزمة أو المشكلة. هلأ اتطرقت شوي لموضوع القيادة تحت الأزمة أو under crisis، وهون كتير بحب أقول أنه الـ transformational leadership أو النمط القيادي يلي هو بشرك أنا فيه الفريق تبعي وبحسسهم بعملهم تحفيز و empowerment، مبكنهم أنه هني يكون عندهم كمان نوع decision making من الـ ownership كتير مهمة، لأنه أنا لحتى أقدر أتخطى هيدي الأزمة كشركة ناشئة ما فين املي عليهم مثلا امور معينه، مثلا نهار التنين رح نرجع الشغل كل شيء عادي، بدي هيدا الموضوع يطلع منهم هن بمشاركتهم الحقيقيه بصنع القرار وبتحفيزهم انه نحن عم نعمله شيء مهم، ونحن كمان عم ننهض بالبلد لازم نكفي نشتغل لحتى نساعد الاقتصاد. وطبعا كل واحد عنده قصه منكم او رساله معينه عم بيقدمها من خلال شركته الناشئه، فانتوا بتعرفوا احسن كيف بدكم تقوموا بتحفيز فريق العمل تبعكم لحتى يكفي هالمسيرة، ومثل ما قلنا ما تفرضوا عليهم مثلا وقت معين ليرجعوا على الشغل أو شيء، فيكم تجي تقولوا شو رأيكم مثلا بعد 10 أيام نرجع، وممكن من بعدها ترجعوا تعملوا assessment تشوفوا إذا هن قادرين ولا لا، ومن بعدها إذا حسيتوا منهم قادرين ترجعوا تأجلوها مثلا a few other days أو عدة أيام تاني. فكتير مهم هون الليدرشيب أو القيادة بهيدي الظروف الصعبة، والقائد الحقيقي هو القائد الهيومانيتاريان يعني الإنساني اللي بتعاطف مع الأشخاص عم يتعامل معهم، وذر هن موظفين أو بالإدارة أو عملاء أو أي شيء يتعامل معهم بطريقة إنسانية، لأنه بالنهاية نحن بشر مثل ما قلنا، وبالأزمات في أشياء بتفرض نفسها علينا ما فينا نتغاضى عنها ونكفي نحن ماشيين بالخط نفسه، إجباري أنه نتوقف وأنه نعيد حسابات معينة، ومثل ما قلنا كثير مهم إشراك الفريق.